عتق. شكرا مرة أخرى الأخت عتيقة. مرحبا بالسادة المشاهدين. نحن الآن في محترف الفنان محمد النخلة، وأعتقد أن الصور تغنينا عن كل تعليق. تحاول تركب مجموعة من الأشياء اللي يعني الناس ربما كتبها اليوم هي بسيطة وتافهة، ولكن بالنسبة للفنان كتبها مهمة بزاف، لأن بعض النماذج اللي هي تقليدية اللي كتحمل رموز وعلامات. أنا عندنا هنا في يدي رابوز ديال فاس، هذا من الرابوز القدام ديال فاس. يمكن حاول نخدم هذا الرابوز هذا. عندي بعض النماذج هنا بحال الكحلة ديال الكحل اللي هي مراكشية، فيها تاهي رموز كتحمل مجموعة من الرموز. وهذه نقاش تستعمل بزاف من بعض النماذج اللي هي تاهي قربت من قرط. عندي من مراكش، عندي واحد نموذج اخر اللي نخدم بالعظام ونخدم بالعظيم. اذا انا كنحاول اللوحه ديالي نركبها مجموعه من الاشياء اللي هي مأخوذة من مناطق المغرب، شمال جنوب شرق غرب. كنحاول نركبها فواحد التركيبه تكون ممسجنه، تركيبه تكون متوازنه. كما قلت كاين هنايا فاس وكاين مراكش، كاين ونشوف نماذج كاين خميه تاهي الخميه. ومن تاجر غنشوف كيفاش غادي تحاول تركب. وحتى عملية التلصيق تكون هي تلصيق حتى هي طريقة بلدية، طريقة تقليدية. يعني كنحاول هذه اللوحة ديالي دائما كتجمع ما بين مناطق في المغرب وتكون طريقة تقليدية، وتكون كتجمع بين الشمال والجنوب شرق وغرب في المغرب كامل. إن هذا النوع من الفن هو نوع تقليدي في نفس الوقت هو فن معاصر. هذه صباغة دابا أنا محضرها، هي اللون ديالها أحمر. هذه كتسمى الفوة. الفوة هي ديال بحال الشعر، كتطبخ في الماء السخون، خصك الماء السخون مغلي مع الصفر البيض مع ويلدولا شوية ويلدولا، هذي كتعطينا اللون الأحمر. ما كنلاحظ أن اللوحة ديالك كاين هذا هو اللون، كنا كيطغى عليها اللون الأحمر، اللون السائد فيها هو اللون الأحمر. بني قاتم، هذو قشر القرقاع، قشر القرقاع هما اللي كنستعمل. هذا زعفران في نفس التحضير تاعو، كندير الصفر البيض كندير له ويلدولا الماء سخون مقطر. السباغه ديالي كلها هي محضره، حتى الساق تاهو كنحضروه بنفسي. يمكن كنحاول نعتمد في صباغه او في تقنيه او حتى في المواضيع، كلشي ما هو مغربي وما هو اصيل. هذه هو طريقة العمل. كنحاول دائما حتى في الألوان ديالي تكون ألوان مغربية، ألوان دافئة، ألوان مراكشية حمراء. كونش عنده واحد تصميم اولي، من الاحسن تكون عنده البدايه وهو ما عارفش فين كيوصل في النهايه، بحال كيقول بيكاسو. ولكن دائما انا كنبدا وهو ما عارفش غادي فين غنوصل، ولكن تمكن له واحد السالة في البدايه او نفس السلويه ما عمرها هذيك السالفه. ويمكن عندنا طرق او محطات للوحه، ان اللوحه ما يمكنش انا نحكم عليها مسبقا من الاول، يعني نستعمل لها واحد التصميم اولي. العملية الأولى هي عملية
نحطو السيق. من بعد التركيب نحطو السيق. عندي كتمرن ثلاثة ديال المراحل. أول المرحلة الأولى مرحلة اختيار الأشكال، ثم مرحلة السيق، ثم المرحلة النهائية اللي هي كنجيب لها صداغة. الصداغة كتكون طبيعية، شرب الكاع في الرمان، فوالا، إن نباتات فقط.